العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية نقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصفات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحات الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحفوظ لك المخصص بشرف الأفخار في كل من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوسي إلى شريك لأهل ردادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المقصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الدربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم.